أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري. قال قاف موٹا ہوگا را بھی موٹا ہوگا گرین لفظ جتنے بھی ہوں گے موٹے ہوں گے ہا آپ نے نیٹ کر دینی ہوگی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قاف کی آواز موٹی قاف او اس طرح آپ نے کر دینا ہوگا. يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. سو کو آپ نے جھٹکا دینا ہوگا حمزہ کی آواز کر کے. قاف موٹا کرنا ہے دال جو ہے اس کا قلقلہ کرنا ہے دال کو ہلا دینا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى. ہا کے اوپر مد ہے تو مد کر کے ہی آپ نے چھوڑنا. ایک دفعہ پھر نوٹ کریں. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ هل أدلكم على من يكفله. غنى دو لفظوں کو ملاتا ہوا ہے سخت غنى. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. قاف کی آواز باریک. كي تقر next قاف کی آواز موٹی. كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. سين کی آواز سخت. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى کی آواز بھی آپ نے موٹی کر دینی ہوگی. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما خواه کی آواز موٹی کر دینی ہوگی لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا قاف کی آواز موٹی حمزہ کی آواز جھٹکے میں فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك نون کی آواز کینسل کر کے را کے ساتھ ملا دینی ہوگی من ربك والسلام على من اتبع الهدى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى أعطى كل شيء خلقه یہاں اظہار کرنا ہوگا نون کا غنہ نہیں کرنا ہوگا شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء جیم کی آواز آگے قلقلہ میں کر دینی ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى صدق اللہ العظیم